لو الحكاية فيها إن فيتو. والله العظيم مش كلمة حق. والله العظيم أقول لك حق. في ناشطتك وعملك وقت أحداث مباراة الأهلي والمصري في 1/2/2012 كان في صفتك الوظيفية أو اختصاصك في هذا الوقت إيه؟ في هذا الوقت كنت عضو في الشغل. ما كانش ليك علاقة باتحاد الكرة؟ لا، في 2012 كنت ليا علاقة باتحاد الكرة لحد المباراة دي. وقت المباراة في 1/2/2012 كنت ليك علاقة باتحاد الكرة؟ كنت رئيس. بس ده اللي يعنيني مش علاقة بالشركات. كنت رئيس اتحاد الكرة؟ ما هي كيفية إعداد وتحديد مباريات الدوري العام لفرق كرة القدم في مصر؟ قل لي بالظبط ازاي بترتبوا جداول المباريات بتاعت الدوري؟ هو حضرتك في النظام الأساسي بتاع اتحاد الكرة في 17 لجنة، منهم لجنة المسابقات ولجنة الحكام. والحقيقة يمكن دول من خلال اتحاد الكرة بتحط جدول المباريات من خلال لجنة المسابقات، وكيف تعيين الحكام ومراقبين المراقبين أيضا من خلال هذه اللجنة للمباراة اللي هي محددة، وبنوزع الجدول على الأندية عشان تعرف مواعيدها، وبنبعت صورة للأمن. وهل الموعد الذي يحدده اتحاد الكرة أو لجنة المسابقات ملزم لهذه الجهات، ملزم للأمن أو للنادي اللي أنت تراقبه؟ هو ملزم إلا في حالة واحدة، لو اعترض الأمن، وقد سبق أن اعترض الأمن مسبقا لتأجيل مباراة الأهلي والزمالك وأجلناها طلب ذلك، ومباراة حرس الحدود والاتحاد وطلب ذلك، ومباراة الأهلي والمقصة وطلب ذلك، وتم التأجيل. التي يتم على اساسها تحديد موعد كل مباراه. بتتحدد كده جزافا ولا بتتحدد بقرعه ولا بتتحدد بالتنسيق بينكم وبين الانديه؟ لا، بتجتمع الانديه وتحضر في اتحاد الكوره وتتعمل قرعه ونشوف مين بيلعب مين، وبيعرض الجدول بعد الاجتماع بتاع الانديه كلها وبياخدوا نشره للاعلام ويتم الاعلان لكل الانديه من خلال اتحاد الكره. هل كانت لديك معلومات بوجود خلاف او احتقار بين جماهير النادي الاهلي والنادي المصري قبل اقامه تلك المباراه او قبل تحديد موعدها؟ كان عندك معلومات ان فيه بين الاهلي وبين المصري هذا من الاحتقار؟ الاحتقار اللي حضرتك بتتكلم عليه ناتج من ان المصري والاهلي طول عمرهم في منافسه شديده، لان كان في لعيبه كانوا في النادي المصري وتم اخذهم في النادي الاهلي اسماء كبيره جدا، وحجازه دزوي في اسماء كبيره، حصل هذا النقله هذه النقله. فانا شايف ان ما كانش عندنا اي معلومات تقول ان ممكن حد يطلب تاجيل هذه المباراه على الاطلاق. يعني ما فيش اي واحد مسؤول في المصري او في بورسعيد طلب مننا ان احنا ناجل هذه المباراه، او على الاقل ان هناك اي مشاكل قد تحدث او حدثت من قبل عشان نؤجل هذه المباراه، ولا الامن ولا غير الامن. انما بغض النظر عن الامن او غيره، انت ما كانش عندك معلومه خاصه استقيتها من اي جهه بان في خلاف بين جماهير النادي الاهلي والمصري قبل اقامه هذه المباراه؟ اطلاقا. ومتى اخترت الجهات الامنيه المختصه بموعد تلك المباراه؟ لا، قبل المباراه في جدول بتاعه الامن، وفي مباريات كل المباريات موجوده فيه ومنه المصري والاهلي. وكان سبق قبل كده ان الاهلي لاعب على المصري في القاهره ولم يحدث اي مشكله. ألم يخبركم
الجهات الأمنية بمخاوف أو محاذير أو احتقار بين جمهور الناديين قبل إقامة المباراة، الأمن ما أخرجش لأي مخاوف أو طلب تأجيل المباراة. لو كان طلب بنأجلها، مثلا لما قلت حضرتك سبق إن إحنا أجلنا ثلاث مباريات قبل كده وشايفين إن هو علاقتنا بالأمن كانت بطيئة جدا، وعندما يطلب الأمن من اتحاد الكرة تأجيل المباراة نحدد التاريخ ونقول له أجلناها يوم كذا. وما تفسيرك لما حدث من احداث في تلك المباراه؟ ما اللي حصل في المباراه بسببه ايه؟ قول لحضرتك، هو اللي حصل في المباراه ان انا شايف ان المباراه كانت بتمشى في طريق سليم جدا، والحكم موجود وبيدير بقدره عاليه جدا، والمرمات عاملين شغل جامد جدا، ومراقب المباراه موجود ومراقب الحكام موجود. فاللي حصل في هذه المباراه ان لاول مره في تاريخ كره القدم ان المصري يفوز على الاهلي 3-1، هي النتيجه. ان انا يجيب في الاهلي اول مره في تاريخ كره القدم، في تاريخ كره اول مره المصري يفوز على الاهلي في التواريخ، في اول مره في الفوز على الاهلي بهذا الرقم اللي هو 3، ما حصلتش قبل كده يعني. فكانت فرحه عريبه جدا لابناء المصري، فرحه عريبه جدا. وكان الامن عامل كاردون ورا الجول، عدد كبير جدا واقف ورا الجول. والحقيقه ان انا شفت كلمنا مع بعض كمجلس اداره
تصممنا ان المباراه تكمل، وده كانت رغبه الحكم ايضا ان هو يكمل المباراه وان يكون هناك قرار مخالف. هل هذا القرار يملكه وحده حكم المباراه ام باخذ راي من يعاونه من فقر الحكام او المراقبين؟ لا، هو طبعا الحكم اذا كان بياخذ هذا القرار فهو شايف اكثر من المنات الموجوده معاه، وكان لا يستطيع ان ينهي هذه المباراه في ظل الظروف اللي كانت فيها وهذا التجمع الرهيب اللي كان موجود والنتيجه اللي كانت في ذلك الوقت كان صعب قوي. انا كنت بتفرج في التلفزيون وحصل اتصال بيا وبينهم، وكان صعب جدا ان احنا نلغي او يبقى في قرار مخالف لحد انتهاء المباراه. واحنا عندنا في اتحاد الكوره برضه بيبقى في واحد اسمه مراقب او اللي هو مسؤول عن الملاعب، امن الملاعب، وكان موجود وبرضه شاف الملعب قبل المباراه، وكان الملعب مواكب للشروط اللي هي نقدر نطبق فيها المباراه. الكره قبل تحديد موعد تلك المباراه، وهل كان من اللازم على اتحاد الكره او الحكم الغاء تلك المباراه او تاجيلها؟ انا بقول لحضرتك لو كان انا كنت في هذا الوقت عضو مجلس الشعب وكان ليا زملاء من بورسعيد واعضاء مجلس الشورى، لو كان اي واحد طلب مننا ان احنا ندرس عمليه تاجيل المباراه كنا ننفذها. لا المحافظ ولا مدير الامن ولا مباحث ولا 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 اعضاء مجلس الشعب والشورى اللي انا اعرفهم، ما حدش طلب مننا على اطلاق تاجيل هذه المباراه. كان بيحصل عاده بين الاهلي والزمالك ان ساعات بيجي القطر بتاع الاهلي وبيوصل للمصري وبيحصل احتكاك بينهم بسيط وبيتلم من خلال الامن. انما في هذه المباراه ما كانش كده على الاطلاق. عندك كلام ثاني تقول؟ هل لديك اقوال اخرى؟ اشكرك.